الشباب وعمله في الخير كان سباقا، نسأل الله سبحانه وتعالى، وكان في طريق عودته من هذا العمل ديال الخير، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن يتقبله الصالحين. وكذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا ويثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. استغفروا لأخيكم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. والثبات يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أزلنا أن نكمل الحمد لله الحمد لله شكرا لله أمين أمين يا رب العالمين. ما سمعنا شي مسيك الفاكت غير كيجيب من معنا وتحك معنا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.